في مدينة السماء ومركز محافظة المثنى ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت مبادرة ذاتية من الميسورين لتوزيع الحصص الغذائية على المحتاجين، حيث يتجمع المحتاجون حول حائط ما يعرف بأحباب الله. مواطنات من مدينة السماء عبرن بطريقة عفوية حول غياب الحصة التموينية وقارنوا بين الأوضاع حاليا والأوضاع سابقا. دعونا نشاهد. عديل بلا جار، وانا مريضه، عده عجيز، والحسين كل شيء ما جايين هنا واقفين بالحر هذا. اي بس الله على اللي حصلين نعطينا اياه يعني. وين الله تكون بينا ايوه. والله قليل الف لواء على صدام حسين. أيوة. الف لواء على صدام حسين، عايشين بالوجبه نبيع او ناكل او نشرب ها، او نعمه الله. عمي هسه ايش حصلنا؟ ايش حصلنا من الحكومه هاي الجديده؟ شنو حصلنا من هالكراسي من غيرهم؟ خلوا العراقيات هي الام المثل الاعلى المراه جد بالشوارع. وين الحكومه هي؟ ها احنا الناشد الطيبين هسه تلاقي يلقون القبض عليك بتهمه الترويج للبعث. خلهم تخلص من الدنيا، خلهم احسن ما ظلوا واقفين بالشوارع. خلهم يعني انتم ما وقفتوا بالشوارع؟ ها ما وقفنا نعيش بالوجبه، كفيناك الله صابون وتايت واموال، ونبيع منها وناكل ونشرب لما تجي الوجبه. هسه حتى الوجبه صار لها شهرين. وذول انتخبتوهم؟ انتخبني قشمروني. اي والله قشمروني. بيكم خير وتدللوا وشنو تردوني؟ مستحي السولفين؟ اي كان ماكو واحد من المسؤولين يستحي على الوضع هذا اللي موجود؟ ما ادري شلون. ما ادري.